الصيرفة الإسلامية ملف يعود بقوة ليتصدر واجهة الأحداث الاقتصادية الوطنية. فاعتماد نمط التمويل الإسلامي في البنوك العمومية قد فتح المجال واسعا أمام الصيرفة الإسلامية كحل بديل لتجاوز العديد من العقبات التي تعيق عملية تفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية في تحريك دواليب الاقتصاد الوطني. الصيرفة الإسلامية واقعها جديدها وأفاقها في ضمن منظومتنا المالية، موضوع هذا العدد من حصة التبر. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، سعيدة جدا بلقائكم مجددا. ساعة ونصف من النقاش والتحليل أستضيف خلالها ضيوف العدد الذي أسعد باسمكم جميعا مشاهدينا الأفاضل بالترحيب بهم. أرحب بداية بضيفة الميدان السيدة سهيلة كورتا، ممثلة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ومسؤولة النافذة الإسلامية بالبنك الوطني للتوفير والاحتياط. أهلا بك سيدتي. شكرا مدام. كما أرحب أيضا بأستاذي عبد المجيد قدي، أهلا وسهلا بكم دكتور. مرحبا بكم، شكرا لكم. وترحيب موصول أيضا بكم أستاذ فارس مسدور، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. إذن وكما أسلفت في البداية، الصيرفة الإسلامية هي خيار يطرح كبديل لإنعاش الاقتصاد الوطني، نظام تمويل جديد يحمل الكثير من الخصوصية والمميزات التي تجعله مختلفا عن باقي الأنظمة الوضعية. قبل التفصيل في الموضوع نتابع في الصميم مع زميلي فتح يعقوب تاريخ نشأة الصيرفة الإسلامية، آلياتها ومبادئها، فلنتابع. شهد العام 63 900 وألف ميلادية أول محاولة حقيقية للبدء بالعمل المصرفي على الطريقة الإسلامية، حيث قامت على أساس المضاربة من خلال تجميع المدخرات من الأهالي واستثمارها بالنظام الإسلامي، ومن ثم توزيع الربح حسب الاتفاق المبرم بين البنك الإسلامي والزبون. ومن ذلك التاريخ انتشرت البنوك الإسلامية. قامت الصيرفة الإسلامية على جملة من المبادئ التي تميزها عن المصارف التقليدية، على رأسها منع الربا في المعاملات المالية، بمعنى عدم التعامل بالفائدة أخذا أو عطاء، وعدم تقديم القروض بفائدة. ومن تلك المبادئ أيضا تحريم كافة أشكال الاحتكار المختلفة، ومنع اكتناز الأموال والحرص على توجيهها إلى النشاط الاقتصادي الحقيقي، وتحريم توظيفها في مجالات تعد محرمة بنص القرآن العظيم والسنة النبوية، والسعي في النهاية إلى تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال فريضة الزكاة. النقود في الإسلام لها أحكام خاصة تجري بحقها، فهي ليست سلعة تباع وتشترى بأزيد من قيمتها، ولا تخضع للعرض والطلب، ولذلك يحرم بيعها بأكثر من قيمتها، ولا تسترد بأكثر من قيمتها عند إقراضها، لأن بيع النقود بأكثر من القيمة يعد من الربا. يتوقف البعض هنا للتساؤل، إذا كان المصرف الإسلامي قد استبعد الفائدة على عائد إقراض رأس المال، فمن أين يحصل على عوائده إذن؟ يأتي العائد على الأموال المستثمرة في المصارف الإسلامية من خلال التعامل بجملة من العقود المحددة المنظمة لحركة رأس المال وتوظيفه في قنوات النشاط الاقتصادي الحقيقي. ومن تلك الأدوات المتاحة المضاربة والبيع والشراكة والمزارعة والمساقات وغيرها.
إذن الصيرفة الإسلامية هي نمط تمويلي يحمل الكثير من الخصوصية والآليات. البداية معك سيدة تورتا باعتبارك ممثلة لهيئة أو للجمعية المهنية عفوا للبنوك والمؤسسات المالية. بلورت أحكام الشريعة الإسلامية إلى آليات اقتصادية بنكية هي عملية، ورغم أنها تعود إلى بداية الستينات لأنها تبقى ربما جديدة عند الكثير أو لدى الكثير من المؤسسات البنكية. شكرا. أول كل شيء السلام عليكم. شكرا على الاستضافة أخت فايزة. باسمي وباسم جمعية البنوك والمؤسسة المصرفية نشكركم على هذه الدعوة، اللي منها نقدر نتكلموا على الأوضاع اللي لحقنا لها في مجال الصيرفة الإسلامية. كما تفضلتي وقلتي، الصيرفة الإسلامية قدر تكون عامل لإنعاش الاقتصاد الجزائري، والبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر وفي أي بلد الهدف تاعها هو المشاركة في إنعاش الاقتصاد الوطني. لذلك كما قلتي، منذ نشأة الصيرفة الإسلامية في بداية الستينات بداوا يخدموا على معاملات طابق الشريعة الإسلامية، ومن هذاك الوقت ما حبستش من التطور، طورت إلى حد الآن اليوم، وين كاين معايير أكثر من 50 معيار يشد كل منتوج بنكي يشدوا ويفهموا المهنيين. حنايا ما راناش أهل العلم، احنا مهنيين ناخذوا المنتوجات هذيك ونخدموا عليها، بالطبع نستأنسوا بأخصائيين في المجالات الدينية اللي يقولوا لنا واش لازم نديروا واش ما لازمش نديروا. يعني يجب أن يكون هناك تنسيق. نعم. ولذلك الغاية من هذا المنتجات هي توفير للزبائن تاعنا متطلبات في مجال الادخار ولا التمويل، وهذا هو لو بوت اسونسييل دو ليكزيستونس دون. طبعا هو الهدف اذا من اجل خلق او القيام من اجل اي القيام باي نشاط مصرفي. استاذ مسدور، التمويل الاسلامي ربما هي قصه طويله لكن تبقى محتشمه ان نظرنا اليها بعين، يعني بالارقام بما حققته من نتائج على ارض الميدان. والله شوفي، عندما ندرس تاريخ المصرفيه الاسلاميه لا نجد فقط البدايه من الستينات، حقيقه بدايه الستينات يعني ظهرت وبرزت بشكل، لكن كانت هنالك محاولات سابقة. يعني نتكلم عن التجربة الباكستانية، نتكلم قبلها عن التجربة الجزائرية، وبالتالي هذا كل متراكم ولد وأنتج المصرفية الإسلامية، ليست بالشكل الذي هي عليه قائمة الآن، وإنما تطورت كل 10 سنين حدث فيها تطور كبير جدا. الآن العالم يتكلم عن 2000 مليار دولار يعني تمويل إسلامي بمختلف أشكاله، لأنه يعني عندما نتكلم عن التمويل الإسلامي لا نتكلم عن المصرفية الإسلامية، وإنما نتكلم أيضا عن التأمين الإسلامي. هو الشامل أكثر، يحوز يعني مكانة هامة في المؤسسات المالية الإسلامية. صحيح. الجانب الثاني أن عددا من الدول غيرت قوانينها يعني المصرفية لتتأقلم مع خصوصية المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي بشكل عام. لذلك أنت تتحدثين مثلا في ماليزيا على 30% من المعاملات، تجربة رائدة جدا. نعم. ربما هي الأولى عالميا التجربة الماليزية، يعني يوجد حوالي 30% من المعاملات تتم حسب النمط التمويل الإسلامي. الأعجب والأغرب أن المنافسة كبيرة ما بين الماليزيين وما بين دول أخرى تريد. صحيح. أن تكون قطبا عالميا في المصرفية أو في المالية الإسلامية بشكل عام. فأقول أن 30% من المالية الإسلامية الموجودة في ماليزيا هي من مالية في ماليزيا هي مالية إسلامية. بل الأعجب والأغرب أن الذين لا يدينون بدين الإسلام يعني يشترون المنتجات الإسلامية. لماذا؟ لأنهم يبحثون عن الربحية وعن الأمان وهم يشترون منتجات. طيب إذا ربما هنا يجب علينا أن نتحدث عن الفرق ربما بين التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي. أستاذ قدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن صحابته وآله وأزواجه والتابعين. بالفعل هناك فروق كثيرة بين التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي. لعل من أبرز هذه الفروقات هو أن التمويل التقليدي إنما يقوم على الفائدة،
في حين أن التمويل الإسلامي لا يقوم على الفائدة وإنما يقوم على صيغ أخرى يعني أساسها المشاركة وتقوم على قاعدة ما يعرف الغرم بالغرم أو تحمل الخسارة وتحمل الربح في آن واحد. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو ارتباط الدائرة الحقيقية بالدائرة العينية. معنى ذلك أن المنتجات المالية الإسلامية هي دائما تستند إلى أصول عينية بخلاف المنتجات المصرفية التقليدية. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث هو أن الحقيقة أن الصرافة الإسلامية لابد أنها تراعي كل الأحكام الشرعية بحيث أنها تتجنب ما يسمى كل صيغ الغرر. بغض النظر عن الربا فهناك كل صيغ الغرر والغبن والتي يمكن أن تتعلق. لو نتوقف عند الصيغ الغرر لو نبسطها نشرحها للمواطن. الغرر هو عدم العلم الكامل، هو عدم توفير المعلومة بالنسبة للشخص بحيث أنه يمكن أن يتضرر وبالتالي هي الجهالة هي الجهالة، وبالتالي لابد أن يكون المتعامل على معرفة كاملة بمختلف حيثيات التمويل ومآلات التمويل وما يترتب عليه وما يجب له يعني وهذا يعني حتى نضمن حقوقه. والواقع اليوم أن في التمويل التقليدي هذا الأمر يعني هو شائع، يعني أن معظم العقود هي مبنية على الغرر ومبنية على الجهالة مما يؤدي إلى وقوع الكثير من الخسائر والأضرار. ولعل الأزمات المصرفية التي نشاهدها بين الفينة والأخرى تؤشر لنا على هذا الأمر، وأحيانا أن هؤلاء يجدون أنفسهم بين لحظة وأخرى كانوا أغنياء أو مالكي ملايين يجدوا أنفسهم لا يملكون شيئا. صحيح. ببساطة لأنه نتيجة الجهل ونتيجة الغرر الموجود. هذا الجانب الثالث. الجانب الرابع هو أن المالية الإسلامية يجب أن لا تتجه إلا إلى المجالات الشرعية المعروفة، بحيث أن كل تمويل غير مشروع فلا يمكن أن تمول مثلا خمارة، فلا يمكن أن تمول عملها الليلي. لماذا؟ لأنها لابد أنها تراعي في توظيف الأموال مثل ما تراعي في الأنشطة الشرعية طبعاً. الأنشطة المشروعة ومثل ما تراعي في مصادر الأموال المصدر الشرعي فكذلك لابد أنها تراعي المصدر المآل الشرعي. ثم جانب آخر وهو أن الحقيقة أن هذا التمويل الإسلامي إنما لابد أنه يراعي أو تحكمه ما يعرف حاليا، حتى اليوم البنوك التقليدية أصبحت، ولكن نحن منذ الأصل أن هذا التمويل الإسلامي يحكمه ما يعرف مبدأ المسؤولية الاجتماعية. ربما أن هذه المسؤولية الاجتماعية أصبحت شيئا حديثا بالنسبة للمصارف الحديثة، لكن بالنسبة للتمويل الإسلامي هو مسألة أساسية. إذن تقريبا هذه أهم يعني أهم الفروقات بين النظامين بين النظام الوضعي والتقليدي. طيب التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي. طيب الأستاذ قدي سيدة تورتا قد شرح لنا بالتفصيل ربما هذه الفروقات في نشاط البنك، كيف يمكن أن نقوم بالنشاطين في آن واحد؟ لأنه الآن النظام البنكي التقليدي هو مفروض يفرض نفسه، هو ناتج عن سياسة معينة، هو له تاريخ ربما طويل. كيف يمكن أن يفرض النظام التمويل الإسلامي نفسه مع هذا النظام؟ في الحقيقة هناك تجارب رائدة في بلدان مسلمة وين كان توافق تم بين العمل بين البنوك مع البنوك التقليدية وما في نفس الوقت نتعاملوا مع المتعاملين بخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. بالطبع هنا عنده قواعد وقوانين يجب على البنك احترامها مما يشكل مصداقية. لازم نقدروا لازم نهار يجي عندنا الزبون يجي عندنا لازم تكون مصداقية، لازم نفصله كي يعطي لنا دراهم الادخار على باله بلي دراهمه راهم في نطاق تمويلات إسلامية متطابقة. صحيح. مع الشريعة. المسؤولية تاعنا هي أن نوفر المجال ونوفر الشروط اللازمة لكي نستطيع أن نقوم بفصل بين. ولو تحدثنا عن هذه الشروط كيف يمكن بلوغ هذا الهدف؟ في الحقيقة يعني طمأنة المواطن ومنح هذه الثقة. في الحقيقة هي كيفاش نديروا حنايا يعني نتعاملوا مع الناس عندهم خبرة مع دي زيكسبير وما يقولوا لنا كيفاش لازم نديروا. لازم نوفروا هذاك الفصل وعندنا دي بروسيدور كون دو ريسبكتي على لاتر دو تيل سورت اسكو لارجون كوليكتي اي لارجون انفيستي اي دون لو ميم
convient à notre client. En fait, c'est ça l'idée. يعني إضافة إلى ما قالت الأستاذة هو أنه هنالك برامج معلوماتية تفصل تقنيا تفصل ما بين المحاسبة للمنتجات الإسلامية البنك التقليدي والمحاسبة المنتجات طيب سوف نفصل نفصل في هذه النقطة. الأمر الثاني فضل. أختي فايزة أنه هذا يعتبر قاعدة أساسية لابد من عدم الخلط ما بين مالية البنك الكلاسيكي أو صحيح. الفرع الكلاسيكي والفرع الإسلامي لأنه الآن فتح النوافذ صحيح. لن يكون عبارة عن نافذة مثلا كنا بنك وحدها وكنب إسلاميك بنك واحدة أبدا هو بنك واحد داخل نفس داخل نفس الفرع هذا ربما نحن تجاوزنا هنا ربما الأحداث أنا أريد أن أركز على المالية الإسلامية حتى نمر إلى التجربة الجزائرية التجربة الجزائرية في المجال التمويل الإسلامي قبل أن تصل إلى البنوك العمومية كانت محصورة على القطاع الخاص نعم منذ بداية التسعينات وقبل ذلك كان هنالك شراكة صحيح. بين بنك عمومي وبنك أجنبي صحيح. يعني بنك أول البركة. بنك أنشئ في الجزائر وبنك البركة كبنك إسلامي يتاجر في المنتجات الإسلامية لكن بنك البركة هو شراكة ما بين بنك عمومي وبنك بنك مجموعة دلة البركة وبالتالي نحن نتكلم عن يعني قدم نوعا ما في التجربة الجزائرية في مجال المصرفية الإسلامية العجيب والأعجب قدم في المجال الزمني ربما لكن ذلك المجال لم يحقق ذلك التطور المفروض أو المطلوب لا لم يوسع فقط الإشكال الثاني أو الميزة الثانية أن المعايير الإسلامية الآن نتكلم عليها الأيوفي أنشئت في الجزائر يعني كانت بدايتها الجزائر يعني أين الخلل لماذا لم تسلك ذلك الطريق نحو النماء والتطور والتحقيق هو القرار السياسي والسيادي لابد أن يكون هنالك قرار سيادي يقول بأن الجزائر مقبلة على مرحلة اقتصادية جديدة هذا ربما ما يحدث الآن في مجال القطاع العمومي لكن القطاع الخاص لماذا لم يطور هذا المجال من الصيرفة لأنه لديك قوانين تفرض عليك احترام البنك المركزي الذي هو الموجه للسياسة النقدية في البلد صحيح. وبالتالي لا يمكن لأي بنك مهما كان أن يفتح مثلا فرعا إلا بعد إذن من البنك المركزي واعتماد خاص يعني وبالتالي لم تتطور المصرفية الإسلامية وبقيت محصورة في منطقة مثلا العاصمة إلى وقت قريب حتى توسعت إلى عدد محدود من الولايات بل أن بعض الولايات إلى يومنا هذا رغم الكثافة السكانية الموجودة فيها لم تفتح فيها فروع للبنوك الإسلامية لذلك أنا أقول إن ما هم مقدمون عليه من توسيع لدائرة التمويل وإعطاء الفرصة للناس أن يختاروا ما بين المنتوج الكلاسيكي صحيح. وما بين المنتوج الإسلامي هذا يعتبر خطوة عظيمة جدا طيب نحن هنا سوف نتحدث عن التجربة الجزائرية في مجال التمويل البنكي بالتفصيل لكن أفضل قبل أن نستفيض في كل هذه النقاط أن أتابع معكم هذا الروبورتاج حول واقع هذه التجربة وتاريخها في الجزائر في فقرة من الواقع ثم نعود على وقع توسيع دائرة الصيرفة الإسلامية تعيش الساحة الاقتصادية الجزائرية هذه الأيام حيث تستعد كبرى البنوك العمومية لفتح نوافذ وشبابيك خاصة لتقديم منتجات مالية بديلة قائمة على أحكام الشريعة الإسلامية وذلك ترجمة لما نص عليه مخطط عمل الحكومة للعام 2018 عندما ندمج بعض القواعد المصرفية ذات الطابع الإسلامي في القطاع المصرفي ككل سيشجع المواطنين على التعامل مع المصارف وعدم الادخار ونجاحها يتوقف على مدى استيعاب المواطن لهذه التوجهات وعدم التشكيك بها بادرة جميلة جدا من السلطات العمومية أن يعني تدعو وتشجع المؤسسات المالية القائمة لا سيما الحكومية أو العمومية لتقديم هذه الخدمات للمواطنين لأن أحس فعلا أن هناك طلب اجتماعي لهذه المنتجات وهناك يعني واقع اجتماعي لابد من مراعاته هذه خطوة مطولة بزاف الدولة الجزائرية باش طبقتها أنا بالنسبة ليها كانت نورمالمون من الأوائل احنا دولة إسلامية مشينا نستناو حتى ذا الوقت وتعمم بارتو دخلت حتى الدول الأوروبية ودخلت حتى الأمريكا حتى الدول الإفريقية باش تجي الجزائر وإحنا دولة مسلمة احنا الأولى
تراجع مداخيل الدولة من العملة الصعبة وعزوف الكثير من الجزائريين على التعامل مع البنوك التقليدية تفاديا للفائدة الربوية عوامل من بين أخرى دفعت بعديد المؤسسات البنكية العمومية للعمل على طرح صياغ مالية تتلائم أحكام النظام المالي الإسلامي. عملية إطلاق المنتجات الإسلامية أو التشاركية هي الآن احنا بدينا نحضر فيها من بداية 2016 لإطلاق هذه المنتجات، وهذا التحضير بدأ بالتكوين وكوننا مجموعة من موظفين وإطارات البنك في المالية الإسلامية أو التشاركية، ونظرا لخصوصيات اللي تتميز بها هذه المنتجات من عقود وإجراءات اختار البنك أن يرافق في هذه العملية مكتب استشاري دولي مختص في المالية الإسلامية. وإلى جانب تحضير الإطار العملي لتجسيد المشروع مجهودات موازية لطمأنة الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بالسلامة الشرعية للخدمات التي ستقدمها هذه البنوك. بنك حريص على أن يكون هناك فصل تام بين هذه عمليات النافذة الإسلامية وعمليات اللي يقوم بها البنك التقليدي. كاين هناك ثاني فصل بين الموارد البشرية لإنشاء نافذة خاصة بالمنتجات التشاركية. لابد على أي بنك أن يكون هناك إنشاء لجنة للمطابقة الشرعية. هذا ويشكل اعتماد البنوك العمومية لآليات التمويل الإسلامي مرحلة جديدة في مسار تطور الصيرفة الإسلامية ببلادنا، فرغم أن تاريخ إنشاء أول بنك خاص قائم على مبادئ الشريعة الإسلامية يعود إلى سنة 1990، إلا أن تجربة الجزائر في هذا المجال ما تزال فتية. منذ فترة ليست بالقليلة انطلقت عملية إنشاء البنوك والمصارف الإسلامية في الجزائر، وما زالت هذه العملية مستمرة، حققت نجاحات، حققت نسب معينة، ولكنها ليست بكافية. بحدود 2% حجم المصارف الإسلامية من مجموع الكلي، والمفروض أنه القطاع الخاص يأخذ على عاتقه هذه العملية لتوسيعها لغرض ترغيب. القانون الجزائري هو قانون موحد تخضع له البنوك التقليدية والبنوك الملتزمة بقواعد الشريعة الإسلامية، لا يميز بينها. يجدر الآن بنا على غرار كثير من الدول أن نقر هذه الصناعة المالية الملتزمة بقواعد الشريعة كما هي بمواصفاتها بخصائصها بضوابطها على المستوى القانوني. يعني والقضية بسيطة جدا، والتوسيع يعني ولا فتح ولا إضافة بعض المواد فقط إلى قانون البنوك، ربما في مجال التأمين لقانون التأمينات، للتأسيس يعني قانونا لهذه الأنشطة باعتبارها نشاطات تقوم على أساس عقود المشاركة وعقود المرابحة أو البيع الآجل أو الإجارة أو بيوع السلم، فتكون يعني يعترف بها على أنها عقود بيع. تمكين المصرفية الإسلامية من أداء وظيفتها المالية على أحسن وجه هدف بلوغه يبقى مرهون حسب عديد المتتبعين بفتح المجال أمامها وتعميم خدماتها عبر كافة المصارف والبنوك والهيئات المالية العمومية والخاصة، فهي ليست بمثابة الحل السحري لإخراج الاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة، وإنما هي جزء من منظومة مالية كاملة ومتكاملة قد يكون تطبيقها بحذافير المنصوص عليها في أحكام ديننا الإسلامي الحنيف بداية الطريق لبناء اقتصاد قوي ومتماسك. إذن الجديد هذه الأيام هو فتح نوافذ على مستوى البنوك العمومية للتمويل الإسلامي. النموذج كما تابعنا من خلال الروبورتاج كان بنك التنمية المحلية، وتحضر معي الآن ممثلة البنك الوطني للتوفير والاحتياط. سيدة تورتا، التجربة كيف هي مراحل تنفيذها وإلى أين وصلتم؟ شكرا أخت فايزة. بدينا عام 2016، درنا مديرية متخصصة في مشروع إقامة النافذة الإسلامية. بدينا بعمليات تكوين
والان احنا بصدد وضع في السوق منتوج جديد. لاكناب بنك معروفه بالعقار، لاكناب بنك معروفه بالتعامل مع الافراد. قلنا ارتأينا انه اول منتوج نطرحوه هو منتوج الاجاره المنتهيه بالتمليك، يعني واسمه الاجاره التمليكيه. هذا المنتوج نوفروا للمتعاملين معنا الافراد طريقه بديله باش يقدر يشتري بيت، يعني يتملك السكن، يتملك البيت عن طريق الاجاره، عن طريق الاجاره. وهذا التعامل تعامل اسلامي، يوافق تعامل يوافق المعاملات. وكيف تم اعتماده، يعني اعتماد مختلف؟ هل لديكم مثلا هيئه شرعيه لاستشارتها من اجل تاكيد ربما انه في طريق يتناسب والفقه في المعاملات الماليه الاسلاميه؟ شدرنا خدمنا على حساب المعايير، كما قلت لك احنا مهنيين، خدمنا على حساب المعايير الدوليه المتعارف عليها في مجال الصيرفه الاسلاميه. خدمنا وكما قلنا راعينا انه العقود ومام البروسيس كيفاش الاليه تاع الشراء والبيع، الشراء ثم الايجار، توافق هذه المعايير. من ثم نشوفوا دوكا مع اخصائيين في المجال، كما قلت لك احنا مهنيين اخصائيين، باش يقولوا لنا باش يعتمدوا هذا المنتوج، يعتمدوا هذا المنتوج. من بعد نقدروا نقولوا له بلي هذا منتوج موافق للمعايير الشرعيه. طيب هل هذا في رأيكم كافي أستاذ مسدور من أجل أن ربما يكتسب ثقة المواطن بأنه فعلا هذا منتوج يتلائم مع شريعتنا الإسلامية؟ ممتاز. هو لما تكون هيئة شرعية للمراجعة والتدقيق في كل العقود التي يتم اعتمادها لدى البنك، عند ذلك يطمئن الناس. طيب. خاصة إذا كانت الهيئة الشرعية هيئة معروفة لدى الناس بمصداقيتها، يعني الناس تضع ثقتها فيها. ربما هناك معايير محددة من أجل تحديد حتى أعضائها. لا، حتى في قضية الانتقاء لابد أن يكون هؤلاء ممن يتحكمون في قواعد الشريعة. طيب. الإسلامية ويربطون بينها وبين فقه المعاملات والتطبيقات المعاصرة له. الجانب الثاني أنه لابد أن يخضع البنك جبرا للتوجيهات التي تقدمها هذه الهيئات الشرعية، وأن الآن العالم الإسلامي تبنى فكرة الأيوفي وأصبحت تعطي معايير تسترشد هذه الفكرة بالتفصيل. الأيوفي هو هيئة دولية يعني وضعت معايير معينة لضبط العقود المتعلقة بالمنتجات الإسلامية. فأي بنك في العالم يريد أن ينشئ منتجات إسلامية أو يستحدث منتجات إسلامية يعني يسترشد بتلك المعايير حتى لا يخرج عن المجال الشرعي. مثل ما هو الحال ربما بالنسبة للبنوك العمومية، هل تم ذلك فعلا سيدة ورطب؟ وهنا لا نتحدث فقط عن بنك، عن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وإنما عن كافة البنوك المنظمة تحت لواء الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. هذه المعايير نعم، هذه القوانين كل البنوك لازم تحترمها. دونك ميم البنك تاعنا خدمنا بها، ميم لي بنك كونفرير لي بنك دو لا بلاس doivent observer et observer toutes les règles pour que le produit puisse être avoir le label de produit participatif conforme. طيب يجب ان يكون متوافق مع هذه القواعد. استاذ قدي، هل هذا في رايكم كافي؟ هو دوك الان في جانبين، كان الجانب المهني واللي هو ضبط واحد المعايير المعتمده من قبل الهيئه التي تصدر معايير الماليه الاسلاميه، وهناك ايضا بالاضافه الى ذلك هو يعني مراقبه هيئه الرقابه الشرعيه والتي هي تفحص العقود، يفترض عقدا عقدا. يعني لماذا؟ لان فيه لي نورم، هذوك لي ستوندار اللي رغم انه مرمور يتم احترامها من قبل البنك، لكن البنك ما من عمليه يجريها الا ويحكمها عقد من العقود مع العميل. وبالتالي ان هيئه الرقابه الشرعيه انما تفحص هذه العقود لترى هل تتضمن بنودا فيها اخلال بقواعد الشريعه الاسلاميه او ليس فيها اخلال. والاصل ايضا انه لابد ان تكون يعني تقارير هيئه الرقابه الشرعيه لابد تكون شفافه وتكون متاحه للجمهور. لماذا؟ لانه كلما كانت تقارير هيئه الرقابه الشرعيه بالاضافه الى ما تفضل به الاستاذ هو انها لابد انها توفر على
شخصيات من جهة أنهم يجمعون بين العلم الشرعي وأيضا يجمعون بين أيضا العمل المصرفي. لماذا؟ لأنه حتى تكون لغة الخطاب بينه لغة الخطاب موحدة. هذا يعني هذا جانب. الجانب الثاني هو البنك لابد أنه يقوم بعمل يعني جواري، عمل جاسوسي، بحيث أنه يسعى إلى إقناع الناس بأنه ملتزم بقواعد الشريعة الإسلامية. لماذا؟ هل قمتم بهذا؟ ربما نوجه هذا الانشغال، هذا السؤال مباشرة إلى السيدة تورتا. بصدد العمل على ذلك لازم نخدمه باش نكونوا مصداقية. هي اسم البنك تاعنا وكم البنوك العمومية والمم الخاصة عندها اسم، لازم كي تقول بلي سي ان برودوي إلي كونفورم، إل دوا تاتر كونفورم مطابق للشريعة الإسلامية. Et donc, on a respecté, bien entendu, on a respecté, même pour les prochains produits qu'on va lancer. المصداقية تاع البنك تاعنا. وربما هنا نبتعد للحديث عن تلك المفارقة بين القطاع الخاص والقطاع العام. أليس هذا ما كان ينقص الصيرفة الإسلامية التي تتطور في الجزائر أن تدخل ضمن المعاملات في النطاق في الدائرة العمومية؟ والله شوفي، نحن كنا نتمنى أن الانطلاقة تكون من البنوكنا العمومية، صحيح، من منظومتنا المصرفية العمومية. وبالتالي يعني تأخر الوقت قليلا، لكننا فقدنا الكثير من الفرص. في هذا الوقت بالذات يعني نحن لدينا في الاقتصاد ما يسمى تكلفة الفرصة البديلة. معنى أننا ضيعنا فرصا ثمينة جدا، مثلا لاستقطاب تلك الأموال المكتنزة، صحيح، التي يتحرج الناس من أن يودعوها في البنوك. لديهم فتاوى شرعية تمنع من أن يودعوها في حسابات بأسعار فائدة. الجانب الثاني أنه حتى وإن تأخرنا لدينا الإمكانية لأن نسرع من الوتيرة حتى نستدرك ما فاتنا من وقت. وأنا أقصد إذا تعلق الأمر مثلا بالإيجار المنتهي بالتمليك التي تعتبر أداة راقية جدا لتسريع وتيرة تطوير السكن في البلد وتطوير إمكانية الحصول على سكن في البلد، وهي خصوصا هو الموضوع الشاغل للكثيرين الذين لم يحصلوا على تمويلات من أجل دفع سكناتهم لأنها متعلقة بالبنوك التقليدية، يبحثون عن هذا النوع من التمويل. ممتاز. هل لديتم صيغة معينة في قطاع السكن من أجل المساعدة على هذه هي الصيغة الأولى كما قلت لك، ارتأينا احنا البنك كنب بنك، الهدف تاعنا هو ديجا مع نخدموا مع الأفراد ومع الموبيليي. دونك البرودوي الاول، المنتوج الاول، ارتأينا انه يكون في الاجاره المنتهيه بالتمليك، وان شاء الله نزيدو نديرو مع وذلك في مختلف الصياغ، مثلا صيغه الال بي بي او الصياغه الال بي بي. رانا نعملوا عليها سكنات عدل، رانا نعملوا مع جمعيه البنوك والمؤسسات الماليه باش كاين ورشات عمل باش نطوروا، باسكو كاين لازم نحبسوا ميكانيزمات باش نقدروا نعملوا على تمويل الال بي بي ولا دونك رانا نخدموا في ورشات مع المسؤولين تاع الجمعيه الماليه لجمعيه البنوك والمؤسسات الماليه باش نحبسوا تغييرات طفيفه باش نقدروا نفينانسيو. طيب لو نتحدث الان عن السعر الفائده، هل سيكون مثل ذلك السعر الفائده المعروف ام ما يعاب ربما على البنوك الاسلاميه الخاصه التي تنشط لحد الان ان اسعار الفائده عاليه جدا لديهم، هل ستحتفظون بنفس سعر الفائده ام سيكون هناك ربما امتياز، سيكون هناك مراعاه للمواطن؟ اول تعليق، ماشي سعر الفائده، ماشي صحيح، هو ماشي منتوج هامش ربح. الميكانيزم كيفاش يكون؟ على بالك باللي اي مؤسسه تكون بنكيه ولا مؤسسه، الهدف الاول تلبيه حاجيات الزبائن، وثانيا يكون عندها ربح، تحقيق ربح باش تقدر تكون لا سيغ سا بيرينيتي. بيان سور حنايا ما كاش فائده، ولكن كاين هامش الربح. البنك يعمل على انه يكون يوفر هامش الربح. كيفاش يكون؟ تقولي لي نشريو حنايا العقار، يجي عندنا الزبون يقول لنا حبيت نشري هذا العقار، حنا نشريوه، هذاك العقار نديروا له هامش ربح، ومن بعد نكريوه له على مده معينه وهو يخلص اقساط، مع الاخر البنك يتنازل على هذاك العقار. طيب في عقدين مختلفين، عقد الشرائي وعقد الشراء. طيب عقد الشراء يكون باقساط معلومه في اجال معلومه تنتهي بعقد شراء، علما بانه يمكن ان لا يشتري، لان الاجاره بشكل عام ليس فيها الاجبار على الشراء، صح، وانما خيار الشراء يكون بعقد مستقل. طيب. قد يسمح له او قد يقوم بالشراء.
ويبدي نية ورغبة برسالة في النهاية تنتهي بعملية شراء بعقد مستقل تماما. لأنه لو كان يكون ما الفرق بيناتهم بين الكلاسيكي، لأنه كاين لو ليزين كلاسيك، هذا الإجارة الكلاسيكية فيها عقدين في عقد واحد، يقول لك كرية وشرية، صح، وهذا خطأ. يعني ربما هنا يجب الفصل بينهم. نعم، عقدين. فالآن لدى المنتجات الإسلامية نتكلم عن فصل ما بين عقدين مختلفين، ولا يتوقف فقط في تمويل السكن، إنما قد يتوسع إلى تمويل المعدات، مصنع، حب آلات، وربما هذا الذي نبحث عنه. نعم، خصوصا في الوقت الراهن حتى لا نبقى منحصرين. الميزة أختي فايزة في المصرفية الإسلامية أن المرونة موجودة، صح، يعني يمكنك أن تقولي بها على حسب الطلب الذي يأتيك. فإذا كان صاحب الطلب يطلب سكنا، طيب، نوفر له سكنا بعقد إيجار ينتهي بالتمليك أو، طيب، قد لا ينتهي بالتمليك. البنك يسترجع رأس ماله، الإنسان هذا تحصل أو بنى مسكنه يخرج منه فيبيع السكن. لكن بالنسبة لأولئك الذين يريدون أن يقيموا مصانع فنعطيهم الفرصة لذلك. أستاذ قدي، ما رأيكم؟ هو الإشكال يعني في هو إشكال يعني عميق في الحقيقة. طيب. أولا اعتماد منتج واحد يعني موجه، يعني وكأن الطلب يعني المجتمع الجزائري ليس له من طلب إلا السكن، يعني فيه هذا يطرح مشكلة. صحيح، هذا هو ربما يعني سيدة مزاري أو عفوا سيدة تورطة، اعتماد هذا المنتج، عفوا قطعت قدي لأنك ربما وضعت إصبعك على الجرح. هذا هو، أنا أريد أن أوجه سؤال للسيدة لأنها هنا تمثل بنت عمومي معروف، تمثل الجمعية الوطنية للبنوك. هو أيضا هو أيضا يعني تحليل على أساس أنه خاص وعام. أعتقد بأنه نحن يجب أن نتكلم عن البنك باعتبار أنه بنك. صحيح. صحيح اليوم أن المشهد المصرفي الجزائري أنه مهيمن عليه من قبل البنوك العمومية. نحن يعني مجبرون على ذلك لأن البنوك العمومية هي تمثل ثقة الشعب. لا ما لا 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 لا، المسألة ليست مرتبطة بثقة الشعب، وإنما تهيمن المشهد المصرفي أن تقريبا أكثر من 90% من الأصول المصرفية هي مملوكة للبنوك العمومية. هذا هو الواقع. أما كون أنها ثقة، هذه ثقة كل يعني كل كيف يقدرها. يعني نحن ما عندناش دراسات ميدانية اللي هي راهي تحدد لنا يعني درجة الوفاة لبنك من البنوك. صحيح. وحتى لو كانت بنوك عمومية لا أعتقد بأن درجة الوفاة هي، لا أنا كنت أقصد هنا أن البنوك التي تعتمد النمط الإسلامي عندما كان محصورة على البنوك الخاصة كانت تشهد ربما بعض التوجس لأنها قطاع خاص، ولكن الآن لما انتقلنا إلى الدائرة العمومية ربما الثقة موجودة. لا لا لا، اسمح لي، هو أصلا البداية لما بدأت البنوك الإسلامية في الجزائر بدأت مع البنوك العمومية، يعني مش من يعني من البنك الشراكة، يعني بنك البركة الجزائري هو بنك يعني شراكة أو بنك مختلط بين بنك عمومي ومجموعة البركة. لا لا، وبالتالي إذا البداية أصلا كانت مع البنوك العمومية، ولم تكن هناك تجربة إلا بعد تجربة بنك السلام. يعني المسألة راهي محدودة في الزمن، يعني ما محدودة في الزمن. وبالتالي أن التحليل على أساس أنه يعني بنك عام وبنك خاص، يعني وقضية الثقة أنها أكبر في البنك العام، هذا لا ينسجم مع منطقة السوق. صحيح الإشكال اللي مطروح هو أن اليوم أن المشهد الساحة المصرفية الجزائرية تسيطر عليها البنوك العمومية تقريبا بنسبة أكثر من 90% من مجموع الأصول الموجودة. أيوة. وهذا هو اللي وربما هذه فرصة في الواقع، هذه فرصة لزيادة ما يعرف اليوم نحن نعرف ما يعرفه نقصا في معدل المصرفة البنكاريزاسيون تاع الإيكونومي. يا رب قد يكون فتح الشبابيك الإسلامية قد تكون وسيلة من وسائل زيادة درجة مصرفة الاقتصاد، ولكن في ذات الوقت أيضا صحيح يعني كل بنك إنما يضع الأشياء تبعا لقدرته على التحكم في هذه المنتجات، هذا من حقه، ولكن أيضا أن ننظر إلى المجتمع الجزائري وكأنه مجتمع لا حاجة له إلا السكن، فهذا أيضا يعني النقطة اللي سأعود إليها لأنها هي النقطة التي استفزتني منذ قليل. كيف أن البنك يطرح هذه الصيغة وفقط البنك يطرح أول صيغة أول بداية. صيغة نعم. على كل حال إحنا البنوك العمومية والخاصة متكاملين الانطلاقة بعد كل هذا الحديث كل هذه الجلبة حول التمويل النوافذ الإسلامية تكون بصيغة واحدة، لا بصيغة واحدة اليوم، لكن عندنا مخطط البنوك العمومية والبنك لكن البنك عندنا مخطط لازم نطرحه في السوق منتوجات كما دوكا على بالك لاباد على بالك باللي تخدم في القطاع الفلاحة، على بالنا باللي أغلبية التمويلات تاعها في قطاع الفلاحة. دونك رانا بنوك متكاملة ميم سي اوني دي بنك يونيفرسال مي متكاملين في لوفر تاعنا في سكون نوفر سور لو مارشي.
ماشي على مستوى العرض ربما دوكا رانا في اخر 2017 كاين بنكين عموميين راح يقوموا بطرح منتوجات كاين حنايا وكاين بنك عمومي اخر ان شاء الله هون 2018 يكونوا بنوك اخرى والمنتوجات هذه انا نحب نفصل في هذه المنتوجات حتكون متعلقه بالافراد فقط ماذا عن تمويل المؤسسات والاستثمارات والاقتصاد المنتوجات راح تكون كل واحد والاستراتيجيه التسويقيه تاعو قادره تكون في مجال اولا هو حنلونسيو اون جام كومبليت لكن الاولويات كل بنك والخاصيه تاعو مع الاول نقدروا كاين لمجال الافراد وكاين المتعاملين الاقتصاديين كاين ثاني في مجال التمويل وكذلك في مجال الادخار دونك كل بنك والاستراتيجيه نتاعو نبداو نلونسيو تدريجيا نحطو في السوق المنتوجات وبعد ذلك في نهايه 2018 ان شاء الله يكون منتوجات كثيره من عند بنوك وهذا ما حيخلق تنافسيه مام ومن بعد الاستراتيجية التسويقية يكون كيفاش البنك يستقطب زبائن أكثر ربما هذا هو الرهان هذا يعني كلما كان تجويد للخدمة صحيح وترقية ل وتنويعها أيضا وتنويع مهم جدا مهم كلما جداً. أقدم الناس على منتجات معينة لدى بنك معين هذا لا يعني بأن هنالك سيكون هنالك بنوك محتكرة للسوق مثل ما كان من قبل يعني مثلا عدد من عدد محدود من البنوك احتكرت العمل المصرفي الإسلامي في الجزائر ولكن الآن توسيع الدائرة سيسمح بإحداث نوع من المنافسة ما بين بنوكنا العمومية وما بين القطاع الخاص صحيح وهذا ليس من أجل أن يحطم بعضهم بعضا وإنما الهدف هو أن نرتقي بالعمل المصرفي بشكل عام في الجزائر وبشكل خاص المصرف الإسلامي في بلادنا إلى مستويات أفضل مما كان عليه من قبل الآن عندما نجد بنك توفير الاحتياط اللي هو بنك السكن هو أعرف تاريخيا بأنه بنك السكن نعم. يأتي ويقول أنا لدي منتوج جديد أسمح لأولئك الذين كانوا يتحرجون من الإقدام والإدخار عندي ويحصلون على سكن سأوفر لهم منتوجا إسلاميا أول منتوج إسلامي هذا لا يعني بأنه ستتوقف الإيجار المنتهي بالتمليك وإنما لديك الإمكانية في الاستثناء مثلا نعم. الاستثناء لصناعة مصانع لإقامة مباني لإقامة أقطارات كبرى مدن وهذا ما نحن بحاجة إليه أظن أنه التحرك من قبل الحكومة من أجل إدماج هذا النوع من التمويل رامي من أجل هذا بالذات أختي الكريمة بأن أنت لديك عدة ورش أنا أتكلم مثلا أنا مهتم بورشة السياحة فأأتي إلى بنك التوفير والاحتياط فأقول له أنا لدي مركب سياحي كامل متكامل هو طابع سكني ولكن استخدام سياحي هل يمكن أن توفروا لي منتجا إسلاميا يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية وتمولون لهذا المشروع الجانب الآخر يأتيك الصناعي فيقول أنا لدي مصنع أريد أن أنشئ مدينة صناعية مثلا مدينة صناعية وفق معايير معينة هل تمولون هذا المجال؟ هؤلاء لن يتركوا الفرصة صحيح. هم ولا غيرهم يفتحون المجال أما إذا أغلقت المجال وقلت أنا أمول فقط السكنات مثلا فأنت حصرت نفسك في زاوية صحيح محدودة جدا مقارنة مع حجم السوق الجزائري صحيح هي ربما انطلاقة أستاذ قديل من أجل بعث هذا النوع من التمويل في البنوك العمومية لكن هل ترى بأنه هذه الانطلاقة يجب أن تكون بهذه الطريقة أو كان من الممكن أنها تكون بطريقة واسعة أكثر هو باش نوضح يعني خطر تم التركيز على كلمة البنوك العمومية قضية البنوك العمومية أعتقد بأن الحكومة ليس لها من قدرة على اتخاذ القرار إلا في البنوك العمومية باعتبار أنها تملك أصول هذه البنوك العمومية صحيح. وليس أن الأمر يعني هو حكر على البنوك العمومية يعني باش هذه تكون الصورة لا هو الجديد يعني القطاع الخاص هو معروف وضعه لأن الصورة يعني الصورة هي إحنا نتكلم على نظام مصرفي جزائري ولا نتكلم على نظام مصرفي عمومي ونظام مصرفي هو نظام مصرفي جزائري تحكمه نفس القوانين القوانين التي تدير البنوك العمومية تدير البنوك الخاصة يبقى فقط أن يعني قدرة الحكومة على اتخاذ القرار في إدخال الصيرفة الإسلامية بالنسبة للبنوك العمومية هي ناتج عن كون أن الدولة هي المالكة لأصول هذه القرار قد اتخذ لا معليش يعني خلينا نقول مبررات القرار لأن قدرة الحكومة لا يمكنها اتخاذ قرار بإدخال الصيرفة الإسلامية في بنك خاص لأن لا تملك أصول من يتخذ القرار هي الجمعية العمومية إذا الجمعية العمومية هي مالكة الأسهم هي سيدة القرار الآن الجمعية العمومية هي بالنسبة للبنوك العمومية هي ممثل الدولة يعني باش يعني الصورة واضحة ولكن في ذات الوقت الحقيقة أن
صحيح أنه لا بد أن نراعي قدراتنا في التحكم في المنتجات، ولكن في ذات الوقت كلما قللنا عدد المنتجات المعروضة كلما جعلنا عددا كبيرا من الناس يهجمون على الالتحاق بهذه البنوك، ببساطة لأنهم قد لا يجدون المنتجات التي تستجيب لحاجاتهم. إذا كان هذه الحاجات هي محدودة، إذا هذه المنتجات إنما تستجيب أو تلبي مجموعة من الحاجات المحدودة، فهناك الكثير من الفئات الاجتماعية التي لها حاجاتها الأخرى، وهذه الحاجات الأخرى يعني تجعل البنوك هذه البنوك أو هذه النوافذ غير قادرة على إشباعها. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لما تكلمت قبيل على قضيه العائد من العائد يعني اللي يسموها الهامش، هو يعني هو الحقيقه هذا ايضا يطرح مشكل يعني، وهذا الاشكال اللي يعني ليس من حيث شرعيته وانما من حيث يعني الايحاء النفسي على الاقل بالنسبه للزبون. لما يتم الاسترشاد بمعدلات الفائدة المتعامل بها لدى البنوك التقليدية في تحديد هذا الهامش، دائما هذا يترك لبسا في ذهن الزبون باعتبار أن هذه الهوامش هي مجرد معدلات فائدة. ولهذا يعني لابد من الابتعاد، على الأقل حجم الانحراف لابد يكون كبير بين معدلات الفائدة المتعامل بها على مستوى البنوك التقليدية وبين الهوامش المطبقة في البنوك الإسلامية، حتى لا يلتبس، حتى لو كان الفلسفة والأساس هو مختلف تماما، ولكن على الأقل أنه هذا يترك لبسا في ذهن الزبائن. وهذا ما نريد منك تفصيله سيدة توردا، كيف يمكن رفع هذا اللبس وأنه تخلوا هذا هامش الربح يكون في متناول الجميع ولا يكون خاص يعني مرتفع على حسب؟ هو يكون في متناول الجميع بالطبع، ما نقدروش نطرحه في السوق حاجة تكون غالية وين ما تقدرش، لأنه رامي تحدثوا حتى نسبة 11% من الفائدة يعني كهامش ربح. لا لا لا، رامي تحدثوا 11%، ما سمعتش شكون يدير 11%. على كل حال اليوم راناش نهضروا على نسبة فائدة ولا كما قلت لك، واش نقولوا عائد وهامش. دو فاصون ان كوميرسون تاجر، ميم تاجر عنده هامش، يطبق كيشري سلعة ويعاود يبيعها بلا ما يكون لاجل اللي يبيعها لك يطبق هامش. دونك هذا الهامش متعارف عليه في التجارة. الاشكال الاخت نعم. ولا لانه مونش على لو طو دو مارج بارابور لو طو دانتيري، دائما هذا يخلي انكشاف المشكل. هذا هو سيسال بروبليم، باش يكون لا ريفيرونس، سي سا، لما يكون لا ريفيرونس يكون اليني، يكون اليني لي طو دانتيري، ودائما في ذهن الناس بانه ما كاش فرق بين هذاك وذاك. يعني هذه هي حتى انه حساب الهامش يختلف اختلافا بينا عن معدل الفائده او سعر الفائده. ما هو كيف يمكن ان تشرح لنا ذلك؟ انت عندما يكون لديك منتج مبني على الربح تشتريه بثمن وتبيعينه بثمن، وهو مربوط بالاتفاق بينك وبين الزبون نتاعك، يعني الامر هذا مفاوضاتي. يعني ممكن جدا ان الهامش تحدثت عن 11%، نعم فعلا لدى ليس بنوك انما مؤسسات ماليه ليست بنكيه تتاجر في المنتجات الاسلاميه في الإجارة مثلا، الإجارة منتهية بالتمليك بهامش ربح يساوي 11%، صح يصح، وقد يصل إلى حدود أكثر من ذلك، لكن هذا تفاوضي درجة المخاطرة حتى أنه الناس أصبحوا يقولون أنه هي مجرد تغيير في المصطلحات والأسماء والمبدأ. لا، هؤلاء نجيبهم بقوله تبارك وتعالى: الذين قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الأستاذة كانت تتكلم قالت: نحن كمهنيين نلجأ إلى الأخصائيين، معناه أن الخبير هو الذي يعرف معنى الشعرة التي تفصل ما بين هذا وذاك، أين تنتهي المصرفية الكلاسيكية وأين تبدأ المصرفية الإسلامية. وعليه فهنالك فرق بين شاسع ما بين سعر الفائدة وما بين هامش الربح. طيب تفضل. كذلك نركزوا على العقود وعلى آليات العملية في الـ في الـ في المنتجات الكلاسيكية. البنك عندها دور انترميديير وسيط بين الناس اللي عندهم دراهم وتمد الناس اللي عندهم يحبوا يديروا استثمارات اللي عندهم احتياجات. ولكن هنايا لوبجي دو لا ترانزاكسيون سي لو بيان، سي لو بيان ولا السلعه هذيك، حنا نشروا هذاك لو بيان ومن بعد اون لوي ابليك اون مارج الاك ومن بعد يعني ensuite... البنك هو يتملك نعم. تلك السلعه، يتملك السلعه، يتملكها، لازم يتملكها، هذا من شروط نهضر سو الكونترول دو الاساتذه.
لازم شرعا يتملكها، من بعد يقدر يتصرف فيها، يكريها ولا يبيعها. طيب هو برضه يعني كثير من يعني مفهوم الملكيه هو مفهوم يعني راه تطور، يعني يكفي ان البنك يحصل على الفواتير لكي يكون مالكا، يعني مش بالضروره اني باش نملك معناتها شي يجيب السلعه وعندي ديبون دخل مستوكيها، يعني هذا ما يعني مش يعني يقول لك في بعض الراي يقول لازم يشوف السلعه بعينه. لا لا يعني دوك البنك مثلا في شراء قروض منح شراء سياره يقول لك لازم البنك يجيب السياره ويحطها، معليش نشوف السياره وبعدين. معليش هي المؤسسه راهي مؤسسه البنك ليس يعني البنك هو مؤسسة عفوا هو شخص اعتباري، يعني مش شخص يعني طبيعي يعني هو شخص يعني معنوي. هذا باش نفهم جيد اثنين ان الملكية الان في القانون هي تتحدد بالحصول على الفاتورة وعقد الشراء، وحتى في اليوم حتى التخزين لما نتكلم عن التخزين نتكلم على التخزين خارج المؤسسة او التخزين في الخارج، وبالتالي هي هذا لا يكون كتب لك يعني الفاتورة او العقد انت مالك. صحيح. وطالما يعني انت معنى ذلك ان وضعت يدك على الشيء وطالما عندك الفاتوره وعندك العقد معنى وش هي الملكيه؟ هي امكانيه التصرف في الشيء، معنى ذلك بامكانك ان تتصرف. ولهذا يعني نحن يجب نبتعد عن الذهنيه التقليديه بان نشوف الملكيه هي انك تجيب الاشياء وعندك مخزن وتدخل من المخزن، لا هذا مش هذا يعني ليس صحيحا. يعني الملكيه هو كونك انك تحصل على الوثائق التي تمكنك من التصرف في الاصل او في العين. سواء طيب هو القبض الحكمي، بارك الله فيك، القبض الحكمي، القبض الحكمي يعني يفرق علماؤنا ما بين القبض الحكمي والقبض الحقيقي. القبض الحكمي يكون بالوثائق، فاتوره، عقد، كذا الى غير ذلك، يعني هي اصبحت ملك. والقبض الحقيقي انها تدخل المخازن. سؤال، اذا دخلت الى المخازن هل تعتبر تكلفه ام لا؟ تعتبر تكلفه، من الذي يتحملها؟ يتحملها الزبون. صحيح. فيكون المنتوج الإسلامي أغلى بكثير من المنتوج ربما التنسي. هذه هي المفارقة. وحاجة أخرى أيضا في النهاية، يعني حتى قضية مفهوم المخزون التخزين في الاقتصاديا يعني أطرح إشكالات. لماذا؟ لأنه الأمر إذا كان الأمر هذا صحيح بالنسبة للمنقولات، بالنسبة للعقارات ما هو المخزون؟ نعم صحيح. أنا شايف الفكرة. وبالتالي الآن اللي يعني المعتبر هو الحصول على الوثائق التي تمكنني من التصرف في الأصل. هذا هو يعني اللي يعني مش. طيب تحدثنا ربما عن الملكية، تحدثنا عن الحيازة، تحدثنا، أريد أن أتحدث عن مبدأ فصل الأموال. هناك تركيز كبير على هذه النقطة كما تابعنا منذ قليل في الروبورتاج، فصل الأموال، أموال البنك الكلاسيكي والنافذة الإسلامية التشاركية. كما قلت سليفا، حنايا لازم قبل ما نقولوا باللي هذا المنتوج موافق للمعايير الشرعيه لازم نوفروا شروط تاع الفصل. كما تفضل الاستاذ مصدور قال لك كاين مام دي سيستم دانفورماسيون كي نو بيرميت دو فير سيت ايتونشيتي. نقولوا ايتونشيتي tellement que on doit observer هاد لا ريغل. يعني انا اريد ان اشرحها بلغه مبسطه للمواطن، انه هذيك الاموال اللي يحطها في النافذه الاسلاميه لا تختلط باي شكل من الاشكال مع تلك المتداوله في البنك الكلاسيكي. البنك مبني على لا كونفيونس، على الثقه. كي يجي عندنا العميل يحط عندنا دراهمو، راهو يحط عندنا دراهمو باش ما يتبحرولوش، يحط عندنا دراهمو سواء من اجل الادخار او من اجل من اجل تاني بوتيتخ يدير عوائد. هو تاني كي تكون في الشريعه كي يجي عندنا يحط عندنا دراهم، يسيني معاه، نسينيو معاه اون كونفونسيون، كي نحلو له ان كونت، نسينيو معاه اون كونفونسيون، وين هو يقول لنا نحط الدراهم عندكم، هو تاني يشترط علينا يقول لنا حبيت نحطهم في ولا ديروهم في استثمارات تكونوا استثمارات متطابقة وفق المعايير الشرعية. حنا كي نقبلوا عندنا لا ريسبونسابيليتي، ابخي تو اون اي اون بانك، توت بانك اي بازي سور لا كونفيونس، اون لا responsabilité de faire en sorte que هذوك الدراهم نمدو نحطوهم في مشاريع متطابقة. ولكن هذه التجربة هي تجربة جديدة حتى نعم. أنها لم تنطلق بعد. أنتم في صدد التحضير لها، إطلاق النافذة الإسلامية، هناك الكثير من الجدل حول هذه النقطة. إيمي حنا نبداو بالتدرج. دوكا حنايا في القانون بلوتو البرنامج الحكومة في 2018 راهو تبناه البرلمان في البوند تاعو في اون فادير اون كور في مشروع تبقى. نعم.
رانا نخدموا اونتخو طون، احنا في هذا الوقت رانا نخدموا، وان شاء الله نزيدوا نخدموا على دوطخو برودوي، دوطخو بنك فون ترافايي سور دوطخو برودوي كي سون ديستيني، اي كوم سا اون رياليزرا ان مارشي. وعندنا اجل اطلاق هذه النافذه متى؟ هنايا نتكلم لك على البنك، كاين البنك تاعنا كيفاش درنا؟ درينا نطلقوا منتوج بمنتوج، كما قلت لك عندنا برنامج وين نديروا نديروا منتوجات سيغ اون بيريود دوني، سادير شاك 3 موا في فترة محددة، احنا نحطوا منتوج جديد، علاه؟ باسكو ديجا جديدة، ميم حنايا التكوين عندنا احنا الإطارات مكونين في المالية الكلاسيكية. صحيح. دونك لازم كاين دي بريالابل، لازم حنا تاني نتكونوا نعرفوا على واش رانا نهضروا باش نقدروا نتكلموا، باش نقدر تاني كي نقعد اون فاس زبون تاعي نقدر نفهموا ونقنعوا باللي هذا المنتوج نقدر نحترم لي زيكزيجونس تاع الزبون تاعي. هو كاين دراسات يعني تبين كيف يمكن الانتقال من المصرفية الكلاسيكية إلى المصرفية الإسلامية. طيب. بل يتكلمون حتى تغيير المنظومة المصرفية بشكل كامل من البنك المركزي وصولا إلى البنوك الثانوية. لذلك يعني احنا اليوم رانا نتحدث عن، لا نقول مجرد نافذة لأنها تعتبر خطوة، نافذة في بنك عمومي. نعم، ولكن في بنك يعني حتى نتوقفوا ما نتوقفوش على نقطة العمومي. نعم، كل البنوك معنية، وهناك بنوك ديجا عندها نوافذ. صحيح. لذلك الآن أنت أمام التجربة، نحن نرى بأنها معقدة، لكن العلم جعلها بسيطة التطبيق، خاصة مع تكنولوجيات المعلوماتية. طيب. يعني يكون عندك لوجيسيال فقط النافذة، صاحب النافذة يعرف إلى الزبون يطلب المنتوج الإسلامي يدخل النافذة الإسلامية. هل قمتم بهذا مثلا؟ هل كان فيها دراسة؟ نحن بصدد العمل على هذا، لأنه فيها نوع من الخصوصية أختي فايزة. أكيد لا يمكن، لا يمكن لأي برنامج معلوماتي أن يؤخذ مثلا أو ينقل حرفيا من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى. هذا البنك هو بنك متخصص، عرف تاريخيا بأنه مول السكن مثلا. نعم. فيكون البرنامج المعلوماتي متخصص في التمويل الإسلامي للسكنات، وعندما يريدون التوسيع هنا بد من إحداث نوع من التغييرات العميقة داخل البرنامج. الجانب الآخر، بعض البنوك تقول أنا المصرفية الإسلامية أصبحت أقوى بكثير من المصرفية الكلاسيكية، لما لا أصبح بنكا إسلاميا 100%؟ وهذا فعلا موجود عندنا في الجزائر. بعض البنوك الأجنبية التي دخلت عندنا لاحظت بأن الزبائن الذين يدخلون عندها يطلبون المنتوج الإسلامي، معناه 90% إذا لم أقل أكثر، لاحظوا بأن 90% هي طلبات لمنتجات إسلامية. فلما لا يصبح هذا البنك بنكا إسلاميا يعني بشكل كامل؟ وهذا الذي نتوقعه، يعني هذا لا يخيف، يعني هذه ربما هي مرحلة أولى. نعم، أنا أرى بأن الإقبال سيكون إقبالا قويا، إلى درجة أن الجهات الرسمية ستقتنع بأن هذا الاحتياج كان موجودا ولم نتنبه له، وسيتم أو أننا أدرنا ظهرنا له. هل يمكن بناء على هذا ربما تحقيق ذلك المطلب، ألا وهو استقطاب الكتلة المالية المتداولة خارج الحلقة الرسمية؟ هو باش نفهم واحد المسألة أساسية، هو أن هذه النوافذ هي يعني لم تبدأ في الجزائر، وإنما كانت هناك تجارب في كثير من الدول. وهذه التجارب أنها أدت في بعض البنوك التي اعتمدت نظام النوافذ أن تتحول كليا إلى بنك إسلامي. ولعل لعل لعل يعني من حجج الذين يدافعون عن هذه النوافذ أو هذه الفروع الإسلامية هو أنها قد تعتبر إحدى الوسائل التي تمكنه من التحول نحو المصرف الإسلامي. لماذا؟ لأنه التحول يعني مر بقرار واحد مرة واحدة قد لا يكون ملائما أو قد لا يكون ممكنا، يعني مش حتى لا أقول قد لا. لماذا؟ لأن التحول ليس مجرد قرار، وإنما هو تغيير في الذهنيات، تغيير في أدوات العمل، في تقنيات العمل وما إلى ذلك. أيضا قد يكون هذا الحقيقة هذا الاعتماد النوافذ قد يكون أيضا وسيلة من الوسائل التي تمكن هذه البنوك من التحكم في التقنيات المستخدمة في الصرافة الإسلامية. بل قد أحيانا قد يكون ذلك وسيلة من الوسائل التي نستطيع التكيف بها مع ما هو متاح قانونا.
إذا وجدنا أنفسنا نحن اليوم أن القانون لا يعترف بشيء اسمه الصرافة الإسلامية، قد تكون هذه النافذة إحدى الوسائل التي تمكننا من التكيف مع ما هو موجود قانونا في انتظار ما سوف يتيح. هو لا يعترف بها كما أيضا لا يمنحها، يعني ما سوف يتيح القانون. فرق بين أنه لا يمنعها وبين أنه لا بكون أنه لا يعترف بها، معنى ذلك ولا يميز إن صح التعبير بينها وبين لا معليش، هو طالما أنه لا يميز ولكن يحملها تكاليف. لماذا؟ لأن هناك بعض الخصوصيات في المعاملات المصرفية الإسلامية إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار، سواء عند التعامل مع البنك المركزي عند طلب إعادة تمويلات مثلا، أو عند الإخضاع الضريبي، لأن مسألة أيضا مرتبطة حتى بالإخضاع الضريبي. لماذا؟ لأن هناك بعض الأشياء التي تعتبر هي في النهاية عبارة عن تكاليف، البنك يعتبرها عبارة عن منتج. الآن بين أن كنت تعتبر البنك المركزي يعتبرها منتج، في حين أنها بالنسبة للبنك البنك الإسلامي هي عبارة عن تكلفة. الآن النتيجة تختلف بين اعتبارها منتج وبين اعتبارها تكلفة، الأمر يختلف تماما. هذا إذن من حيث يعني المبدأ. وبالتالي نحن يعني ما يشوفش ننظر إلى المسألة على أساس أنها وكأنها أول مرة ظهر، لا، هي كانت تجربة ويكفي أننا نسترشد، يعني نسترشد بتجارب، يعني بالتجارب الناجحة بالنسبة للبلدان والخبرة، يعني طال اليوم طيب. أنها ممكنة اليوم بالنسبة للسوق الجزائري، هو أكيد أن هناك جزء كبيرا من الأفراد الذين يهجمون على التعامل مع البنوك التقليدية ببساطة، لأنهم يعتقدون بأنها لا توفر لهم منتجات. والفرد الجزائري ربما هو زبون، ليس هو زبون صعب وليس بالزبون سهل، أي كان حتى ما وإن وضعنا أمامه هذه النوافذ وهذه، فصار ربما سيضع بعض سيدقق في كل النقاط من أجل التعامل معها. لا، هذه مجرد هذه مجرد انطباعات، يعني الموقف الحقيقي طيب. بالنسبة للزبون الجزائري لا يمكن أن يتم إلا من خلال إجراء دراسة ميدانية للسوق. صحيح، يعني هذا هو يعني صحيح. والآن أريد فقط أن أدعوك أستاذ قدي أساتذتي إلى الاستماع لآراء بعض المواطنين، رصد للشارع حول موقفهم من إطلاق هذه النوافذ، حتى وإن كانت لا تعتبر جديدة إلا أنها الآن تثير الكثير من الحديث، فلنتابع فقط ثم نعود. ربما كاين بنك واحد الله اعلم، ما كانش بزاف، وانا في الحقيقه ما عنديش، مانيش حاط في البنك الاسلامي، حاط في بنك عادي ولكن داير ادخار بدون ربا، يعني نعرف ربا حرام، وتعرفي سياسه البنوك تمد مصطلحات لي باش تسيد قنعك باللي هذه ربا، ما تقولكش ربا، تعطيهم لك يقولك سندات وكذا وكذا، يا حرام في حرام. يعني اذا دخلت معك شريك كبنك نحط ندخر المال تاعي، اذا خسرت نخسر واذا ربحت نربح، ماشي تقول لي حط سندات وراك تربح 100%. هذه حرام، يعني كاين لا بوليتيك تبدل، استادير المصطلحات بيجبدوا الناس وهم، يعني الربا لا نقاش. بالنسبه للبنوك الاسلاميه تعرف المواطن الجزائري يعني ما زالت يعني مش معرفه نوعا ما، هذا نظرا لعدم شموليتها ومواقع يعني غير متعدده على مستوى الوطني، بينما ان هذه البنوك يعني اصبحت لنا صدى في حل السياسه النقديه لمعظم دول العالم لا سيما الولايات المتحده الامريكيه وأوروبا، بحيث أن الابتعاد عن الفائدة والوصول إلى نسبة الفائدة إلى أقل من الواحد الصحيح أصبح يشجع الاستثمارات، وهذا لا يمنع بأن السياسة النقدية مثلا في الجزائر إذا التجأت مثلا إلى تخفيض في نسبة الفائدة أو اللجوء مثلا للفائدة صفر، هذا يشجع أصحاب الأموال السائلة، لا سيما أن البنك الجزائر أصبح يعني لا يتحكم في هذه الكتلة النقدية الموجودة يعني خارج سيطرته. ومن هذا نقول بين المواطنين الذين لهم أموال بلا شك من ناحية دينية أنهم مرتاحين بين نسبة الفائدة صفر وأموالهم مؤمنة ولا أكثر. لا، ما نتعاملش مع البنوك الإسلامية لأنه لا عندي حتى علاقة بها. أنا بصفتي كمواطن مستعد للتعامل مع البنوك، لما لا؟ وأنه يعني القرض هو صيغة يدخل في فقه المعاملات الإسلامية، يعني هو من باب التيسير، من باب التيسير على المسلم أو المؤمن للولوج في العالم الاقتصاد. بطبيعة الحال يعني عندما نتحدث عن البنوك يعني فيها أسئلة تطرح، ما طبيعة هذه البنوك؟
كيف يعني المشروطية الاقتصادية على أموال القرض؟ يعني هناك يعني المخيال الجمعي الجزائري الذي أنا واحد منه يعني مبني على القيم اللاربا. عندما نتعامل مع أي بنك ينبغي اللاربا، ولكن يعني دائما هذا السؤال يطرح خصوصا مع بداية مشاريع لونساج. إذا كان هذا البنك إسلامي ولا يأخذ الربا حتى ولو 1%، كيف يمكن لهذا البنك أن يدفع أجور موظفيه؟ البنك الإسلامي حاجة مليحة، علاش؟ بس كما كتدخل دراهمك تحط تتسوم تدخل ما فيهاش الربا، حاجة مليحة. إذن وكما تابعنا هي آراء الشارع الجزائري التي يجب أن نأخذها كلها ربما بعين الاعتبار. سيدة تورطة، هناك من يقول هي مجرد تغيير في المصطلحات، وهناك حتى من يسأل كيف لهذه النافذة أن تحقق العوائد المالية إن أو ذلك الهامش من الربح. كذلك نشوف بلي كاين بزاف ردود فعل ايجابيه انه يشجعنا باش نطوروها باش نقدروا نستقطبوا العملاء باش يجوا اللي كانوا عازفين على يخدموا مع البنوك الكلاسيكيه، ان شاء الله باش يجوا يخدموا معنا. ثاني باش نقدر نقول لك، كي شفت الروبورتاج نقدر نقول لك بلي عندنا ان ديفي باش نديروا حملات تحسيسيه باش نقنعوا العملاء والزبائن باش نفهموهم الميكانيزمات ونفهموهم الفرق باش نقدروا نتعاملوا معاهم باش نخدموا. اذا الزبون الجزائري حتى وان كان يطلب ربما هذه الصيغه التمويليه الا انه ليس بالزبون السهل. والله انا اتعجب كيف ان اناس لديهم ثقافه اقتصاديه يعني لا يعلم بان البنك الاسلامي او النافذه الاسلاميه ليست جمعيه خيريه. صحيح. وانها تبحث عن تحقيق العائد بل العائد الاجود. وبتقديم الخدمة الأجود والأرقى، لذلك نقول بأن الحديث أنه هذا البنك لن يربح هذا خطأ فادح جدا. العقد فيه الأصل وفيه الهامش. قال هذا العقار مشري بمليار، يباع لك وفق فترة معينة بالتقسيط بمليار ومئتين مليون، فالهامش هو 200 مليون، هذا يضمن عائدا للبنك فيوزعه اجورا ومكافآت وغيره. نعم. وللزبائن المودعين الذين اعتبر البنك وسيطا بينهم وبين اصحاب الحاجات الماليه، على الجانب الاخر ويأخذون هوامش ربحيه بناء على كل مبلغ ساهموا فيه. الجانب الاخر أن الامر لا يتوقف فقط عند منتوج واحد، يوجد يعني العديد من المنتجات عديدة. نعم. جدا سنفصلها في حصتنا المباركة هذه من مشاركة ومرابحة والمرابحة أيضا اللي هي ربما المعروفة أكثر. نعم. لدى المشاهدين وتأجير واستصناع ومغارسة ومزارعة ومساقات وتفاصيل أخرى، يعني حتى الصكوك الإسلامية هذه سنتكلم عنها. لذلك لابد أن نبذل جهودا إعلامية على كل المستويات سواء على المؤسسات الإعلامية الخاصة أو العمومية لتفصيل المصرفية الإسلامية للمواطن الجزائري، حتى لا يقول له الناس يا ودي كيف ما كانش الفرق بيناتهم. ولكننا نردهم دائما إلى قوله تبارك وتعالى وليحذروا هذا الأمر الذين قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. أستاذ قد تفضل. إذن هي أكيد هي المسألة دائما في بداية الأمور هي أنها صعبة، وبالتالي أن هذا الدور يعني التأسيسي الدور يعني التعليمي الدور أيضا شرح المفاهيم يعني أيضا شرح الآليات التي يعمل وفقها البنك، هذه يعني مسألة أساسية ولا يمكن بحال من الأحوال إذا لم يستوعب المرء الطريقة التي تعمل بها هذه النوافذ أن يتجه إلى هذه النوافذ، لأنه طيب. دائما سوف يقع في فخ أن الأمر لا يختلف عن غيره من النوافذ الأخرى. ولكن الحقيقة أن يعني ميكانيزمات وآليات ويعني وطريقة تركيب المنتجات الإسلامية وكيفية الحصول على العائد هو أمر مختلف. والناس أيضا يعني الحقيقة الناس أنهم يختلفون، هناك أناس يسعون إلى الحصول على العائد، وهناك أناس لا يهمهم العائد بقدر ما يهمهم الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. صح. وهناك أيضا فئة أخرى يهمها العائد ويهمها الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن الحقيقة أن البنك هو أمام تحديات أخرى، تحدي
العائد الذي يسعى هؤلاء الناس للحصول عليه، وأيضا العائد الذي يحصل عليه البنك، وأيضا تحدي أولئك الذين يهمهم فقط السلامة مع الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن الحصول على العائد، لأنهم هم يعتبرون أن العائد الذي سوف يحصلون عليه في وهم يعني كيف نقولوا جانبهم سليم مع الله سبحانه وتعالى هو أكبر عائد بالنسبة لهم. وفي ذات الوقت أن هناك أناس بقدر ما يحرصون على العائد إلا أنهم يحرصون عليه أن يكون وفق الضوابط الشرعية. هنا برك أيضا فيه جانب آخر أردت أن أشير إليه، وهو قضية هذا يعني أيضا لما نتكلم على اختلاط الأموال يجب أن لا نفهم بأنني أنا إذا ذهبت للبنك وأدرت شوية عن يعني هذاك العشر دنانير بعينها يعني لابد أن أخذ، لا لا لا، الآن هي عبارة عن قيود، هي مجرد عبارة عن قيود. لماذا اليوم؟ لأن المعاملات قد تتم، لأن هذه الوحدة النقدية قد تجري آلاف العمليات، ونحن نعرف ما يسمى محسبية. هي قيود محاسبية، يعني الفصل هو فصل في المحاسبة وليس يعني وحتى هذا فصل في المحاسبة. والقضية الآن أيضا الحديث عن مصدر الأموال وماء الأموال، هو الحقيقة الأصل المعتمد هو مدى سلامة العملية في حد ذاتها. يعني نعود نقول أن الأصل المعتمد هو هل العملية التي نجريها مع البنك هي سليمة في حد ذاتها أو ليست بسليمة. مع ذلك لماذا؟ لأن نحن في الفقه عندنا قاعدتين. القاعدة هو أن الحرام لا يتعلق بذمته، ونحن الحرام لا يتعلق بذمته، وطالما أن الحرام لا يتعلق بذمتين فنحن مسؤولون عن سلامة العملية التي نجريها مع البنك. وهنا أعتقد بأن البنك أنه يعني على الأقل عاطي آلية ضمانة. لماذا نحن في كل شو في كل الأمور نسلم أمرنا للخبراء والاختصاصيين؟ سمحي لي، نسلم أمورنا للاختصاصيين. لما يتعلق الأمر بالحلال والحرام بالرغم من أن البنك عنده هيئة رقابة شرعية من علماء الشرعيين، واللي نحن نعقب على أمره واللي نقول حلال وحرام وهذا رمي هفوفينا، يعني تحول أنت إلى فقيه، وإلا طيب. إذا كان الأمر نفس الشيء يعني لما تذهب إلى الطبيب، إذن وهذه مسألة هامة جدا، مسألة جدا تحول مواطن عادي، لأن الناس كلهم أصبحوا يتألون ويتطاولون على الفتية، وعمر بن الخطاب قال أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وبالتالي إذن يعني المرء عليه أن يحتاط لنفسه، طالما أن اليوم أنت هل البنك عنده هيئة رقابة شرعية من العلماء والمختصين وقال رأيهم إما بالتحفظ، أحيانا يتحفظون عن الكثير من العقود إما بالتحفظ وإما بالحل أو بالحرمة، فاترك الأمر لأهل الاختصاص ولا صحيح. يعني ولا تطول على ما ليس لك به علم. إذا تحدي كبير من أجل ولا تقول ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر صحيح. والفؤاد كل أولئك عنه مسؤول. وهنا تحضرني كلمة للإمام مالك لما جاءه أحد الناس وطلب منه وسأله سؤالا، فأصبح الإمام مالك يتأمل، فقال له ذاك شخص قلها إنها مسألة خفيفة. قال له الإمام مالك ليس في العلم شيء خفيف، ألم تقرأ قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن تحدي كبير سيدة توردع، كيف سوف توزنون بين كل هذا؟ هو تحدي وحنا قبلناه ولازم نقبلوه باش نقدروا نطوروا الصرافة في الجزائر عموما. فتح شبابيك بما تعيدون المواطن، بما تعيدون ذلك الزبون ذلك المتعامل منه من شاهدنا رأيه الآن عبر الرصد، هناك ربما خلط لغط في الأفكار. قلت لك احنا يا نعملو باش نلبو الحاجيات تاعو، نسمعوه، لازم نسمعوه ونلبيو الحاجيات تاعو، ماشي سي ان ترافاي كونتينيو، مازال نزيدو نخدمو ان شاء الله، عمل متواصل ومازال نزيدو نخدمو معاه. كما قلتي كاين بعض اللبس لازم نعملو صديقة حملات تاع توضيح باش نقدروا نفهموه. مي لازم نشوفوا تاني الامر الايجابي. دوك اليوم راح نفتحوا ان شاء الله نوافذ، عندنا كانوا اقل من 40 وكاله على التراب الوطني، ان شاء الله غدوه كي يكونوا بنوك اخرى نقدروا نغطيوا كل التراب الوطني، اكثر من 400 وكاله صحيح. قادرين يخدموا مع هذا الصيرفه. المنتجات هذه حتكون منتشره عبر كل الوكالات؟ نتكلم لك
كاين بيان سور كيما قلت لك هذه صناعه جديده، دونك نخدموا بوتيتر نبداو نخدموا مع دي زاجونس بيلوت، وين نقدروا نكونوهم وقد ما نكونوا وكالات قد ما نقولوا لهم يقدروا يبيعوا المنتجات، وهذا الشيء مام البنوك الاخرى تعمل على هذا الشيء هكا سيغ موين تيرم على فتره متوسطه نقدروا نقولوا باللي على التراب الوطني ان شاء الله يكونوا هذه المنتجات عبر كل التراب الوطني ان شاء الله. طيب من الصيغ التمويليه المعروفه ربما بكثره عند الجزائريين هي المرابحه، نتوقف عند المرابحه تحت الضوء ثم نعود. إذا كما تابعنا المرابحة هي من أكثر الصيغ تداولا هنا بالسوق المالية الجزائرية. أستاذ مسدور، التقنيات أو المنتجات الإسلامية لا تقتصر على المرابحة ولا على البيع بالإجارة. نعم، لا نتكلم فقط عن السوق الجزائرية، بل أن المرابحة حازت على أكثر من 70% من المنتجات، يعني من سوق المالية الإسلامية، وبالتالي هذا جعل العلماء يحذرون من الهدف من إقامة بنوك إسلامية، وأن لا يبقى فقط الميل إلى التمويل قصير الأجل، لأن المرابحة لماذا مالت إليها الكثير من البنوك الإسلامية؟ هو تمويل قصير الأجل ويدور المال بسرعة، وأن الزبائن يعني يحتاجون إلى حاجات آنية فمالت إليها، ثم فيها نوع من الضمان ونسبة المجازفة قليلة. نعم، ولكن هذا يعتبر من بين الأخطاء التي وقعت فيها البنوك الإسلامية في العالم بأسره. الآن مالت البنوك الإسلامية إلى توسيع دائرة التمويل وأن يكون هنالك منتجات ترافق المرابحة، مثلا السلم، مثلا التأجير، الاستثمار، المشاركة بكل أشكالها، المضاربة في أحيان معينة، فجعلت الناس يجدون منتجات إسلامية متعددة تلبي حاجاتهم. من الناس من يحتاج إلى تمويل طويل الأجل، متوسط الأجل، فيجد البنك يعني جاهزا فيعطيه مثلا صيغة المشاركة أو المضاربة. طيب لو نتوقف ربما معكم أستاذ قدي عند الاستصناع، ربما هذا ما يحتاج الآن المجتمع أو الاقتصاد الجزائري من أجل دفع القطاع الاستثماري. لا، هو يجب أن لا نجازف بحيث نقول بأن الاقتصاد يحتاج إلى هذه الصيغة أو تلك. هو على البنك أن يوفر الصيغ، سواء صيغة الاستثناء أو المشاركة أو ما إلى ذلك، لأن المتعاملين كل منهم ما يحتاج. وحتى أيضا أصحح يعني واحد اللبس اللي يراه في ذهن الكثير من الناس لما يتكلم عن المرابحة يقول بأن ما عندهاش علاقة بالإثمار. لا، المرابحة قد تكون عندها علاقة بالإثمار وقد لا تكون. يعني لو نتصور بأن الآن صاحب مصنع أنه ذهب إلى بنك من البنوك لكي يشتري له آلة من الآلات على أساس هامش ربح معين، فالواقع أن هذه الآلة هي استثمار. إذن يعني مسألة ما بالضرورة صحيح. يعني اليوم ربما أن أحد الاستخدامات الكثيرة للمرابحة هي لتغطية شراء السلع الاستهلاكية، ولكن أيضا في ذات الوقت بأنها يمكن بأن تتجه نحو شراء السلع الاستثمارية، الآلات والمعدات. واليوم يعني في الواقع أيضا لا نقول بأن لأن هذا الاستصناع أيضا قد لا يكون دائما يعني مطلوبا من قبل المؤسسات. يعني وبالتالي نحن ما يعني لا نتعلق بصيغة من الصيغ باعتبار أنها هي الحل وأنها هي الحل، وإنما نحن يجب أن نوفر كل المنتجات، هذا جانب الأول. ولكن في ذات الوقت أيضا الحقيقة أن التركيز على صيغة بعينها ينطلق من دراسة السوق التي يجريها البنك. طيب يعني ونعود نقول بأن التركيز على الصيغ بعينها هو يأتي انطلاقا من دراسة السوق التي يجريها البنك، ولكن في ظل الوقت الذي نعيشه حاليا يعني لا يمكن إجراء دراسة السوق، لأن العلم بمضامين الصيغ الإسلامية أو المنتجات الإسلامية هو محدود. ولهذا نحتاج نحن إلى مرحلة نسميها مرحلة بيداغوجية،
لتعليم الناس مضمون هذه السياق وساعتها يكون البنك في النهاية أنه أيضا من صالح البنك بأنه ينوع هذه المنتجات. طيب أنتم ربما مطالبون بهذا حتى أنقوا التي فقط التنويع تنويع الخدمات وعدم الاقتصار على خدمة لأن واحدة. هذا التنوع شو أدي كما يعني كما تقولون يعني كما يقولون في المجتمع يعني الجزائري بأن ربة البيت الماهرة هي التي لا تضع بيضها كله في سلة واحدة. صحيح. ومن ثم فلا بد من تنويع يعني السلال التي يوضع فيها البيض. هذا انطلاقا من واش لأنه أحد الأساليب التي نسير بها وندير بها المخاطر وحتى لا تتعرض البنوك إلى هزات ناجمة عن عدم التحكم في الصيغة بعينها أو يعني أو ظرفية سيئة يعني ظرفية سيئة أنها أثرت سلبا على أداء صيغة من الصيغ وبالتالي البنك في الواقع يكون في مأمن من المخاطر. سيدة تورطة تفضل. تماما واش قال الدكتور أسس واحد من أسس العمليات البنكية هي لازم نوعوا من المخاطر نوعوا من الأجال ما لازمش يكونوا أجال كلها طويلة ولا أجال قصيرة لازم نوعوا من الأجال وكذلك لا ديفيرسيفيكاسيون دو ريسك هذا من أسس المعاملات البنكية الكلاسيكية ولا الإسلامية. صحيح. إذا نحن الآن ربما أمام تحدي آخر هو أنه هدف بعث هذا النوع من التمويل هو دفع الاقتصاد جلب الكتلة المالية المتواجدة خارج الدائرة الرسمية. هل يمكن هل يعني هذا يعتبر حلا؟ والله أحد الحلول. أنا لا أقول حتى لا نكون متطرفين في طرحنا أن المنتجات الإسلامية وبس. صح. المهم أن لا تكون مخالفة للشريعة. صحيح. وإحنا قلنا بأن دائرة المباح واسعة ودائرة الحلال واسعة ودائرة الحرام ضيقة. يعني لذلك نقول إن هنالك استراتيجيات اقتصادية يجب أن تعتمد بغية تنويع الاقتصاد واحد إحداث ديناميكية قوية اثنين. طيب. وجعلنا نذوق أو نتلمس ثمار التنمية ثلاثة. المنتجات الإسلامية هي واحد من الحلول لاقتصادنا. الذي يجب أن يرافقها مثلا مراجعة للمنظومة الجبائية. طيب. التي يجب أن نقول بأنها معقدة جدا. صح. وأنها نفرت الناس. ثم لا يجب أن ننسى بأن المنتجات الإسلامية التي ستطلق أيضا مرتبطة بالجباية هنالك ضرائب ورسوم ستفرض عليها. نحن نقول يفترض أن نخفف المنظومة البنكية من هذه الضرائب والرسوم حتى نحدث نوعا من الديناميكية الاقتصادية. الجانب الرابع ضريبة الامتثال الجبائي الطوعي 7% هذه خطيرة جدا نفرت الناس وجعلتهم لا يودعون أموالهم في البنوك. ماذا نفعل؟ إما أن نخفض لمعدل ضعيف جدا فيكون رمزيا ونستقطب الناس ونستقطب أموالهم ونعيد بناء الثقة جسور الثقة ما بين الرسميين وما بين هذا المجتمع الذي يكتنز ماله. الأمر الأخير أنه أنت لديك قطاعات اقتصادية كثيرة جدا لماذا أركز مثلا على القطاع الصناعي؟ صحيح. لماذا أركز على القطاع العقاري؟ هناك القطاع الفلاحي هناك القطاع. بارك الله فيك. طيب ما دام يوجد قطاع يمكن أن يقود قاطرة الاقتصاد الجزائري فلماذا لا نطور تلك المنتجات الإسلامية التي تمول القطاع الفلاحي فيطمئن الناس أكثر ويقدمون على الاستثمار في الفلاحة. وربما هنا هذا هو المطلوب سيدة تورطة أنت كممثلة للجمعية المهنية للبنوك البنوك الأخرى بعيدا عن البنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط هل تأخذ هذا بعين الاعتبار؟ بالطبع بالطبع على كل حال كل البنوك بصدد تحضير منتوجات راهم يعملوا على منتوجات كاين اللي سبقوا كاين اللي راهم جايين في 2018 رانا بصدد تحضير منتوجات دونك وهذه المنتوجات قلت لك كما على حساب الاستراتيجيه التسويقيه تاعهم كاين اللي يستقطبوا اولا في الاولويه تاعهم مع المتعاملين الاقتصاديين في اي مجال جيماجين راح يهضروا على يخدموا على كاع المجالات
كاين تاني اللي عندهم الاستراتيجيه يسبقوا في الافراد ومن بعد يتعاملوا مع المتعاملين الاقتصاديين. صحيح. وهذا يجعل ديناميكيه وتاني يجعل التكامل بين البنوك بين مجموع البنوك. استاذ قدي، هل تعتبر انه هذه الخطوه بالذات بامكانها المساهمه بشكل كبير في دفع الاقتصاد نحو تلك التنميه المنشوده من طرف المواطن؟ هو الحقيقه نحن لما نتكلم على التنميه مساله معقده. وصحيح ان جانب التمويل هو شيء اساسي، يعني حق توفير التمويلات اللازم، ولكن هي تتعدى ذلك، تتعداها الى انماط الاداره، تتعداه الى الشفافيه، تتعداه الى قضيه الحكامه، تتعداه الى طريقه استخدام الموارد، كيفيه تحديد الاهداف وما الى ذلك. لكن على الاقل ان قطاعا كبيرا من المؤسسات ومن الافراد الذي كان يجد اشكالات وقيودا بخصوص التمويل، على الاقل انه سوف يجد حلولا لتلك القيود التمويليه. ولكن هذا يجب لا 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 يعني بانه لما نوفر التمويل معنى ذلك اننا وفرنا التنميه. يعني ماذا؟ لان قلت بان مساله التنميه هي مساله مرتبطه بالاداره، مرتبطه بالحكامه. صحيح. مرتبطه بالشفافيه، كيفيه استغلال الموارد، تحديد الاهداف، تحديد الاولويات وما الى ذلك. ولكن مهما كان هناك اليوم، لو نلاحظ الآن على الأقل من بين المشاكل المطروحة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تطرحها، هو اليوم كيفية الوصول إلى التمويلات. كيفية الوصول إلى التمويلات، وأيضا أن بعض الأفراد أو بعض المؤسسات التي أحيانا تجد من جهة فيه صعوبة في الوصول إلى التمويلات، وأيضا هناك أيضا غياب التمويلات المنسجمة مع قناعات الأفراد. على الأقل هؤلاء الأفراد الذين كانوا يشتكون من أن هناك تمويلات لا تتناسب مع قناعاتهم يجدون هذه التمويلات. وأكيد أن مهما كانت مساهمة مساهمة هؤلاء الأفراد أو هذه المؤسسات سوف يكون لها أثرها على الاقتصاد. لماذا؟ لأن الاقتصاد هو فعل تراكمي، والعمل التنموي هو عمل تراكمي، وبالتالي نحن في التنمية علينا أن نعمل على البؤر الموجودة يعني في الساحة الاقتصادية. فنعمل على ماذا؟ على إزالة البؤر أو فك البؤر الموجودة، البؤر التمويلية، البؤر السيرية، بؤر الفساد، بؤر كذا بؤر كذا. وبالتالي لما نقضي على هذه البؤر بؤرة ساعتها سوف نكون على الأقل في مسار التنمية الذي يحتاج منا أن نضع الأهداف بطريقة سليمة، أن نعبئ الموارد. لماذا؟ لأن مشكلتنا نحن يعني مش فقط تعبئة الموارد، وإنما أيضا توجيه الموارد. ونشوف السنوات، يعني في لحظة من اللحظات كنا نتكلموا فائض في الاحتياطي المالي، فائض في صندوق ضبط الموارد، كانت كنا عبأنا موارد، لكن الآن أين وجهنا تلك؟ ما هي أثر تلك الموارد؟ الآن نسأل وكأن تلك الأموال لم تكن موجودة. وهذا طيب. أيضا هو هذا سؤال محوري لما نتكلم عن التنمية الاقتصادية. طيب سيدة توردا، ألا تخشون أن تتحول هذه النوافذ لمجرد صناديق للإدخار فقط؟ مسؤوليتنا انه نقوم بانجاح العمليه ان شاء الله. راح نحطوا كاع الامكانيات اللي والجهود تاعنا باش تكون هاد المرحله الانتقاليه مرحله ان شاء الله تكون ايجابيه، اللي تعمل باش الاقتصاد الوطني ان شاء الله نعاونوا نديروا لا كونتريبيسيون تاعنا باش نعاونوا الاقتصاد الوطني ان شاء الله. ثاني نقدروا نزيدوا من الخدمات، كي نزيدوا من الخدمات للمتعاملين ونستقطبوا ناس جدد ما كانوش يتعاملوا مع البنوك، نستقطبوا ناس ما كانوش يدخروا عندنا، ما كانوش يجوا بالتمويلات لتمويل المشاريع تاعهم. كيف تتوقعون ان تكون انطلاقه العمليه؟ ما يظهر لي تكون ايجابيه، يظهر لي يجوا عندنا ناس كي دوكا كي نديروا لي صالون في لي فوار، يجوا عندنا ناس يسقسيونا يقولوا لنا كيفاش يطلبوا هذا. شفناهم خاصه الافراد هما اللي اكثر سونسيبل. تفضل. المشكل انه ما عادش يجوكم ناس، الناس الموجودين عندكم سيطلبون تحويل حساباتهم من حسابات كلاسيكيه الى حسابات إسلامية. هذه اول شيء سيحدث. الجانب الثاني، درجة الاستقطاب مربوطة بدرجة الوعي عند الناس. صح. فكلما أقنعت الناس وحسستهم كلما زاد إقبالهم عليه. لكن نقول لك الكتلة الكبيرة هم الموجودين عندكم أصلا. إن شاء الله قد ما يجوا احنا نقدروا إن شاء الله احنا والجنوك. هل ترجمتم هذه التوقعات ربما لأرقام
في الحقيقه على بالنا بلي كاين ان بوزوان لاتون، على بالنا بلي كاين حاجه مليحه من عند الناس. رانا في الوكالات، عندنا الوكالات كاين اون بروكسيميتي مع لا كليونتيل اكسبريم ان بوزوان، سو بوزوان اي رومونتي او نيفو سنترال اي اون سي كي ان بوزوان كي اكسبريمي بار لا بوبولاسيون، ان شاء الله اون فرا ان سورت دو لو ساتيسفير. فوالا باذن الله ان شاء الله. لكن نقول لك حاجه، احنا عندنا ما يسمى التسويق. التسويق هذا جزء لا يتجزأ من أي عملية كانت، ثم التسويق هذا عنده استراتيجية اسمها الاستراتيجية التسويقية. يعني كيف يمكنك أن تؤثري في نفسية الزبون بحيث أنه يقبل عندك ولا يقبل عند الآخر، علما بأنكما تتاجران في نفس المنتوج ولكنه يفضلك على غيرك، وهذا يعني يترجم في شكل تجويد. احنا قلنا انه ربما هذه العوامل النفسيه هي متوفره، وهي حتى انه اللي خلات المواطن الجزائري يطالب بهذا النوع من التمويل ملح. طيب انا اسالك سؤال، لديك حساب جاري في البريد، أكيد. لماذا تفضلين البريد على مثلا اي بنك سين من البنوك الموجوده عندنا وعندهم حسابات جاريه؟ صح، أنا أفضل هذا لأن هذه الخدمات متوفرة ب 3000 مثلا وحدة مثلا، والتعميم والإنتشار على التراب الوطني. معناه أنها هي تكلمت على نقطة أساسية ويجب أن نركز عليها حتى نختم. العمل الجواري، العمل المصرفي الجواري، كلما اقترب البنك من مواطنيه كلما زادت نسبة الإقبال عليه، وهو ما نتمناه. طبعا أستاذ فارس مستور، سيدة تورطة، أمنحك في النهاية 30 ثانية من أجل أن نختم. نقول لك أنا متفائلة جدا، إن شاء الله نعملوا مع المتعاملين الاقتصاديين، إن شاء الله مع الزبائن تاعنا، إن شاء الله نقدروا نوفروا لهم. احنا مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية رانا نخدموا كيفاش إن شاء الله منا 2017 مع الآخر تاع 2017 ان شاء الله زوج بنوك يوفروا منتوجات اسلاميه، وان شاء الله نهايه 2018 الموعد للمواطن مع نهايه السنه بحول الله تعالى. سيده سهيله تورطة، ممثله الجمعيه المهنيه للبنوك والمؤسسات الماليه، وايضا مسؤوله النافذه الاسلاميه بصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، شكرا جزيلا لك على الحضور. استاذ عبد المجيد قدي، شكرا جزيلا لك. استاذ فارس مستور، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الافاضل، بهذا اصل معكم الى ختام هذا العدد من حصة التبر. أشكر لكم كرم الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.